بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي ونسلم على البشير النذير السراج المنير. الحوالات المنسية، ندخل في الموضوع دغري، وسببها وإعلانها في هذا التوقيت ولأول مرة، رغم أن كل سنة في جرد والأصل أن تعلن، هي سببها الخلافات بين الشركاء، مبالغ كبيرة هائلة وطائلة تاجروا فيها ويعني عملوا فيها المستحيل. وهي قد تحدث، البعض يقول لك من ينسي حواله؟ يا أخي لا ينسى، الذي ما ينسيش أنا وأنت المساكين، لكن اللي عنده حوالات يومية، بعض الناس عنده حوالات بالساعة، باليوم 4 5 10 ينسي. أصحاب الأعمال الإنسانية تأتي رقم حوالة من هنا ورقم حوالة من هنا، التلفون ملان رقم حوالة، تقول لك هذه قد استحبت، نفس كروز الخدش، هذا قد عبي هذا ما تعباش. ولكن الخلافات بين الشركاء أدت إلى إعلان الأسماء لعام 2022 كاملة. والبنك المركزي كان بدوره بالضغط عليهم لإعلان كل الحوالات المنسية خلال 4 سنوات الماضية. فهذا هو مختصر هذه الحوالات المنسية وسببها، والذي يقول لماذا أتت في هذا التوقيت. أتت في هذا التوقيت هي الخلافات، وإلا أنها كانت لم تأتي نهائيا. وتحياتي.